죄송합니다. 사과하면 될 일 가지고 손님을 다 공짜로 먹으려고 벌레 직원. 안녕하세요 여러분, 예진입니다. اليوم جدلكم فيديو جديد, والفيديو راح يكون عن تجربتي للأداء التمثيل. طبعا جاء الأمر بالصدفة, يعني في حدات وحاجات شغلات صارت, فحبيت اني اصور لكم خفية بدون ما يعرفوا الاحداث اللي سوينا. صورت لكم المكان, صورت لكم بعض التفاصيل عن التمثيل, بشرح لكم طريق, يعني اشرح لكم كل شيء. قبل ما ابدا الفيديو, لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد, وتشتركوا في قناه نارين وقناه تتاسم وقناه العائله, بحط لكم في صندوق الوصف. الموضوع كان بالصدفه, حتى انا نشرت بالتيك توك, قلت اروح ولا ما اروح, لاني حسيت انه تورطت يعني, وانا لا عندي خبره لا عندي حاجه, بس انا مثل يعني كنت انا واخواني نعمل ادوار وكذا. المهم ما اطول عليكم, في بداية الأمر ما كنت أنا متحمسة أنه أروح المكان, فتواصلوا معي وقالوا لي أنت في موعد كذا, في موعدين, كان يوم الجمعة ويوم السبت. فأنا كنت يوم الجمعة كان عندي حفلة غنائية في مركز الكبار للسن, ويوم السبت قلت خلاص أنا راح أروح يوم السبت. فقالوا لي حددوا لي الموعد وعرضوا لي الأدوار اللي هم محتاجينها. كان في فيلم ودراما في نتفليكس, وفيلم تقريبا بيسووه حاليا ويحتاجوا شخص يعني مثل اعلان حق اثاث وهذه الاشياء. بروحها متحمسه بنص الوقت متخوفه, اتمنى انه ننجح. والله مش عارفه, كنت انا اصلا مو ناويه اروح, بس كانت بالصدفه واتصلوا لي بعدين قلت اروح ولا ما اروح, فقلت مش خسران حاجه بروح اجرب. اني كنت وصلت الساعه 11:30, تاخرت 5 دقائق, مشيت ورحت على الموعد. دخلت قالوا لي اكتبي معلوماتك وايش اللي انت تسويه في حياتك وإيش أحلامك وكذا, يعني الحاجة الروتينية دائما. كتبت كل المعلومات, بعدين حطوا لي اسمي وحطوا رقمي, بعدين قالوا لي ادخلي رقم M. المهم دخلت, تفاجأت بالمجموعة. يعني هذا هو المكان, أنا أشوف الأوديشن متحمسة. يتشغرو أوديشن وصلت سويا؟ أبي هذا أكتب معلوماتي الشخصية. تفاجأت بمجموعة من الناس من أعمار متفاوتة, كان منهم الكبير بالسن والصغير, وفي منهم بالأربعينات والخمسينات والستينات وكذا, وفي منهم اللي هم بالعشرينات اللي كان أنا واحدة منهم. دخل شخص إنه يدلنا ويفهمنا نظام التمثيل وإيش علينا نسوي. المكان متحمسة له, والحين قالوا لي إنه روحي حقة الإن. الرجال كان مرة لطيف معانا وكان تعامل مرة جميل. سألنا بعض الأسئلة, قام قال مين اللي يعرف يتكلم إنجليزي, فكان 2 شخصين رفعوا يدهم. أنا جيت رفعت وقلت له بس أنا مو مرة قوي, قال لي لا انزلي أنتي. في واحد كمان يتكلم ياباني وقال إنه يحتاج يتكلم, اللهجة البوسانية كانت مرة مهمة, وكمان الإلبونو الياباني والصيني. فهو قال هذولا يعني بيكون لهم معاملة خاصة, لأن نتفليكس يطلبوا الناس اللي يتكلموا إنجليزي. 미국하고 지금 한국하고 나뉘어 있고요. 한국 미국에는 넷플릭스가 있고 디즈니가 있고 애플이 있죠. 우리나라 방송국 몇 개 있어요? KBS, KBS, MBC, EBS, EBS, JTBC, JTBC, MBN, 네? MBN, MBN, TV조선, YTN. 근데 얘네들 넷플릭스, 디즈니, 애플, 쿠팡, TV, 왓챠, 지니, 웨이브 때문에 240편을 현재 제작하고 있습니다. 와. 시장이 4배가 커졌어요. 네. 오, 다행이다. 자,
시장이 네 배가 커졌어요. 배우가 네 배가 더 필요해요, 더 안 필요해요? 필요해요. 무슨 띠요? 토끼 띠요? 그러면은 87년생? 네. 강소영 87년생 9시간 등산 불가. 등산 불가. 블랙야크에서 등산복을 만들었는데 요즘에 젊은 사람들이 레깅스 입고 등산을 간답니다. 그러니까 등산복이 레깅스처럼 나온 거예요. 지금 약간 야시시하죠? 야시시하죠. 네, 근데 젊은 사람들이 좋아하니까. قال لنا حكى لنا شخصيا انه واحد بيحب الشراب ما يقدر يسيبه رغم انه بنته الاولى وبنته الثانية نصحوه وصار له منها مشكلة مرضية معينة. فلو انت الدكتورة وهذا الشخص ما راضي مدمن على الشراب ايش كان راح تسوه؟ كل واحد يعني المهم انه حكى لنا زي كذا عن تفاصيل عن الدور. بعدين قال لازم كل واحد مختلف عنده يعني كونجون مختلف فلازم يعبر على اللي هو يحسه عشان تظهر الشخصية حقيقية. نبرة الصوت والتمثيل كل واحد يعبر عن إحساسه. يعني مثلا في بعضهم مستائين، في بعضهم مقدرين ظروفه ليش هو راح كذا، في بعضهم كل واحد يعني كان عنده فكرة ثانية. ما راح يسمعوا أسماءهم يمشوا واللي أسماءهم موجودة يبقون في الغرفة. 강수연님, 이국성님, 조희성님, 강서영님, 김태윤님, 안예진님, 김태겸님, 전지연님 빼고는 오른쪽으로. 했어. متوترة. في ناس كثير. كلهم بس أنا ما عندي أي تجربة أو أي خبرة. مش عارف. نوم ومسلسلات الليل منتجتها هذه الشركة. جا أكمل الأداء. هنا جابوا لنا أدوار مختلفة، للبنات دور وللأولاد دور وللكبار من النساء دور وللكبار من الرجال دور، وكل واحد يعبر عن الدور اللي هو أخذ عليه. ناتم، سانجا سانجا، بوسري تذكرني، مورابيا، لذا يبرو كريو، إيكا كوبابجو. هذا ناورابيا، يوكي بيرو بوجي ماسيو. إيه، 잘하셨어요. 승지 빡 한번 내세요. 누가 벌레를 씹어요? 이거 뱉어놓은 거 안 보여요? 아니 그냥 죄송합니다 사과하면 될 일 가지고 손님을 박공짜로 먹으려고 벌레 집어넣는 진상 취급을 해요? 이래가지고 이거 뭐 장사하겠어요? 아 됐어요 됐고 사장 나오라고 해요. 내가 그냥 넘어가려고 했는데 열받아서 그냥은 못 가겠네. 사장 나오라고 해요. 다 똑같이 입는다고요. 여기 써져 있으니까. 거기 이 대사가 있네. 이거 붙여놓은 거 뭐라고요? 내가 일부러 그래요? 이거 합쳐서요. 이렇게 밥공짜로 먹으려고 벌레 집어넣는 진상 취급을 해요? 참 이래가지고 뭐 장사 해먹겠어요? 아니 됐고요 됐어 사장 나오라고 그래요. 내가 그냥 너도 너... 이렇게 들려요. 비꼬는 아... 것처럼 보일 아... 거야. 감정으로 현재로는 안 보입니까? 아니 그냥 죄송합니다 사과 한마디 하면 될 거 가지고. 아니 손님을 공짜로 밥쳐먹는 이 진상 취급을 안 해? 야 씨 벌써 이래가 장사합니까? 와 내가 도저히 못 넘기겠다. 벌써 빨리 사장 지금 당장 부르셔. 내가 이거 못 넘어간다. 빨리 불러. 이렇게 잘하셨어요. 그렇게 하세요. طلعت فكنت أجري تلخبط بعض الأشياء صراحة. تكلمت وبعدين قالت لي كيف انت ما شاء الله كيف انت مشكوريه بس اللكنه حقتك كل هذا كويسه. وانا كنت مره متوتره ما ادري ليش كنت متوتره لانه ما لي تجربه خاصه. وقت ان احنا بعد انتظرنا وقت طويل وبعدين يعني جاء وقت ان احنا ندخل لامام لجنه الحكام. دخلنا ومثلنا يعني كان في فترتها قبل تدريب وحده تعلمنا كيف طريقه النطق الكلام والأسلوب وإنه لو أنت تعبر إيش الإحساس ولازم كذا. أنا يوزا들은 수염을 싫어해? 아 여자들이 대부분 수염을 싫어한다는데 혹시 싫다고 생각하는 거 아니야? 수염이 더럽다고? 아 아직 아니야 문자를 보냈는데 읽고 답장이 없으셨네요.
아, 잠이 들었을 수도 있지. 이거 기르는데 생각보다 쉽지 않다고. 관리 안 해주면 뾰루지도 나고 정리도 매일 해줘야 하고. 아, 근데 내 수염이 싫다는 말 안 했네. 어떤 느낌이죠 이거는? 여기 만지는 거 습관? 이에요? 이렇게 계속 여기 만지는데? 아 그래요? 여기 하실 때? 예, 예. 좀 짜증나는 뭐 그런 거 아니야? 너도 싫으니? 어떻게 수염이 싫지? 이 멋진 게 어떻게 싫을 수가 있지? 약간 이런 느낌이에요. 잘 어울릴 것 같아요. 전지 현이잖아. 네, 전지. 너무 예뻐요. 이런 식으로 사람 무함주실 거면 다음부터는 말씀 나오지 마세요. 만나기로 날짜 정한 순간부터 어떤 사람일까 궁금하고. قاعده الف في ممثلين تقريبا شفتهم في بعض الدراما اعرف هذه الشخصيات من ضمنهم نتفليكس واه يوكوي هذه الانشطه اللي يسويها اظن كتير من ده هل شيء يصير هل سويسو قاعدة أشجع نفسي عشان أنا أحس بتوتر شوي. كل الناس اللي كانوا هنا عملوا الأداء وتقريبا مشوا بيوتهم وإحنا حاليا منتظرين. متوترة مرة. لا ما أنت ما أقول متوترة أنا هل سويسو هل سويسو هل سويسو. من شو بروح؟ هم بوانتو شيل كمان. شخص يبقى شخصا. قلت دخلت لعنده وسلمت عليه وكذا فقال لي يلا بدأي قمت قلت له اتكلمت وتكلمت وخلص وكنت مرة متوتر ما في غيري اللي بتدخل بعد الشخص اللي قدامي وأنا사람이 물론 주실 크면은 다음부터는 막 쓴 나오지 마세요. 만나기로 만나기로 날짜 좋으면 만나기로 날짜 주면 어떤 사람 있을까? 누구야? 혹시 이 사람이 찾길까 기대해요. 며칠 전부터 뭘 입고 나갈까 생각하고 얼굴 본 적 없는 급촉한 데는 예쁘고 멀리하고 아침 يجيك جوك استغروا الرجال وقال لي انه انا شاطرة بالكوري والكلام وحتى حسستهم اني كيم مثل الكوريين فعشان كذا في احتمال انهم يختاروني بس انا توترت شوية قال لي تحتاجي شوية تدريب انا متحمسة بس مش عارفة بيقبلوني او لا بس مش عارفة من النتيجة الحمد لله انه خلصت هذا المرحلة وبحاول اتدرب كثير خلصت وراح امشي للبيت كان يوم عجيب وغريب مش عارفة ايش النتيجة بس ان شاء الله يختاروني المقيم قال لي انه بيتواصل معي ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي